خبر اول اللي عدنا على انا وعيد ميلادها مبارحة يا حبايب، فكل عام وانتم بخير اقبال مليون سنة يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تعيدوها بالكومنتات على عيد ميلادها، طبعا بالاضافة لنور مار عيدها بعيد ميلادها عن طريق تنزيل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي تحط بصورته هو ولانا وكاتب عليه كل عام وانتم بخير، فاكتب له بالكومنتات شو رايكم بالخبر. ننتقل حاليا لماريانا وشنو السبب اللي خلاها انه هي تبكي بشكل مفاجئ، فنزل شوية ستوريات واضح انه هي حزينة وقاعدة تبكي وتقول هذا الشيء مو سبب يوتيوبر معين او شخص معين، وانما هي ضاجة شوية. راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. طبعا يعني حرفيا الاشياء كلها بتجي مع بعض، بعمري ما كنت بتخيل حالي امسك تليفوني واطلع ستوري واحكي انا مخنوقة وانا متضايقة وما بعرف ليش ماسكة تليفوني وعم بحكي، بس من جد اختنقت. انا في ما له علاقة باي حدا من اليوتيوبرز او باي حدا من السوشيال ميديا، بس كثير اختنقت لدرجة هيك بدي عن جد اصرخ. بس دايما بقول الحمد لله وانا معي الله، وبس بدي احكي شيء انه انا صح دايما بضحك ومن جوات قلبي كمان، وبعمري انا ما ضحكت ضحكة على هالستوري او على فيديو من الفيديوهات وكانت ضحكتي فيك، كله كان من قلبي. بس انا كمان بني ادم بحس وبيتأثر وبيتعب وكثير كثير بيتعب. بس نفس الشيء كريستينا اللي هي اختها نزلت هذا الستوري تقول انه هي واختها اللي يحسون نفس الشعور هم ضاجين، فاكتبوا لنا بالكومنتات شو تتوقعون صاير وياهم. ننتقل حاليا للتهجم اللي تعرضت لنور ستار بعد ما نزلت هذا المقطع يا حبايب، اللي نوعا ما كان مقطع غريب، قاعده انه هي تملي مسبح كامل بالكولا وتحط بيه منتوس، فاغلب المتابعين صاروا يتهجمون عليها يا حبايب انه حرام هذا الشيء نعمه الله، بنفس الوقت يقول لها لو منطي هذا الشيء الفقراء كان احسن، فاكتبوا لنا بالكومنتات هل تتفقون وياها او لا. ننتقل حاليا لنارين بيوتي يا حبايب وتنزيلها مقطع اعلنت من خلال ان المفاجاه الناريه اللي هي وعدتنا بها كانت عباره عن ماركه ملابس باسمها، مثل ما شايفين يا حبايب هذه الملابس باسمها، اللي هو طبعا انا طلعت وسربت لكم المفاجاه قبل ما تصير، فاكتبوا لي بالكومنتات هل عجبتكم المفاجاه او لا. وبالختام عن قمر طي يا حبايب وليش هي ضاجه، فنزلت شويه ستوريات تهاجم بها المتابعين لان هم يربطوها ويا نورمار انه هي تحبها وان هي تسوي اشياء على موده، فعكر وكلام كلش مهم راح اعطيكم اياه اسمعوه كلش مهم. وانتم نشروا كلامي بين المتابعين وبين الفانز بشكل عام. رح احكي لكم شغله، اوكي انا ما احب مشاكل، فحاحكي بشكل انه بس اوضح لكم الفكره اللي ببالي. اني اذا سافرت، اني اذا رحت، اني اذا اجيت، انا ما له علاقه باي شخص، يعني لاي مكان، هذا ما له علاقه باي شخص، اي احد من اصدقائي او الناس اللي اعرفهم، صوروا اي احد، انا ما لي دخل، كل واحد حر يعني. يا قمر انا هسه فهمت شلون. شوف اني كقمر اذا انسان اعرفه صور ويا كذا، صور ويا هذا، صور ويا هاي، صور ويا هذاك، صور، انا ما يدخل، انا اصور ويا الناس اللي اريدهم واي شخص يصور ويا الناس اللي اريدهم. انا اذا سافرت مو على مود احد ولا بسبب احد، مثلا رحت العراق مو سبب احد، اذا حسافر المكان مو سبب احد، هذا قراري الشخصي وعلى مود شغلي. انتو جاي تفهمون شنو قصدي، هاي السوالف التافهه انا ما فارغه الها، هاي السوالف اللي ببالكم السخيفه، طبعا البعض الحكي موجه للكل، الحكي للبعض، هاي السوالف مال على مود هاي وعلى مود هذا وكذا وما ادري شنو لا، وصدقوني والله العظيم ما شاغل بالي على شغلي، فالكلام الزايد هذا بطلوه لانه يعني ايه لعبه النفس صار كلش اوفر، صار سوري على الكلمه، بس صدق الموضوع يعني صار مقرف، اوكي صار انه خلص كل شيء لازم اتصرف او كل شيء اسوي او كل شيء هاي لازم له علاقه باشخاص او له سبب او ما ادري شنو، او قمر فكرت هيجي فسوت هيجي. انا شعلي بالعالم، لا والله صدق انا شعلي بالعالم، أنا إذا صار مشكلة بيني أو بين أي إنسان بالدنيا فهو برا السوشيال ميديا، مستحيل يصير شيء له علاقة بالسوشيال ميديا، وأنا ما يدخل أي أحد شيء يسوي بحياته ولا أي أحد إلا دخل بيا، أنا أتصرف بكيفي وكل قراراتي أخذها بمزاجي وبكيفي، مو بسبب أحد أو على مود أحد أو أحد يفرض هذا الشيء علي، فهمتوا الفكرة؟ أنا رحت العراق عادي، لأن أنا جد بروح العراق عشان عندي شغل، هروح لغير مكان لأن عندي شغل، أروح لهناك عندي شغل، باقي بتركيا عندي شغل. You know what I'm saying؟ فكافي تربطون هاي ببالكم، ترى اوفر، اكو ناس صارت كلش اوفر، كافي تربطون بمخكم، ترى ماكو اي شيء من اللي بمخكم،
خلص كل شيء يعني خلص. تخيل اكون قاعدة، ام حتى مو قاعدة، اكون نايمة اون الله، اقعد القى طالع عني اخبار شنو بالله، اني دا اسوي هيجي على مود هيجي، واني دا افكر هيجي، واني ضايجة من هي. ترى اني لو ضايجة من شي اطلع احكي عليه بالستوري، اني ما اخاف من شي، وانتو كل زين تعرفوني اني شكد صريحة، ولو ضايجة من شي اطلع احكي، بس اني ضايجة من هذا الموضوع دا احكي. اني تركيزي بس بشغلي، حرفيا بس بشغلي، ماكو شي بمخي غير شغلي، لا هذا ولا ذاك ولا ما ادري منو ولا هاي، هاي كلها امور سخيفه يعني. بس المزعطه يهتمون في شي سوالف، وانا المزعطه حتى تهتم بانه اي احد ايش سوى او whatever، انتوا تفهموني. فبليز حاج حاج مشان الله حاج، يعني احشي سوري احشي حرب تفتهمون علي، خلاص بكفي، اللي ببالكم مو موجود. وقمر اذا ضايجه من شي تطلع تحكي، لا تفسرون بكيفكم بليز، كافي تنشرون شي عن يعني. وصلت انه جاي تنشرون شغلات، البعض تنشرون شغلات وتقولون شغلات بحيث العالم ما يعرفون، اذا يشوفوها دا ياخذون عن نظره خاطئه، اذا تتهموني واحد ما يعرفني راح شاف منشور مثلا او شاف ستوري مثلا، ترى قمر ضايج من هاي الشغله، قمر وحده حقوده، قمر وحده غير شنو يعني. خلي واحد ما يعرفني يشوف هذا الكلام، ما راح اكيد حيصدق هو شو عارفه بي، وحاخذ عني نظره تلعب النفس. او قمر مثلا هي وفلان مرتبطين مثلا، يا زلمه عمري 16 سنه you know، لا مرتبطه ولا اقدر ارتبط، هاي مثال يعني اعطيكم. فاذا احد شافها شو هاي الزعطوطه هيك صغيره ومرتبطه، هذا اقل شيء حيقوله. وتعرف ممكن كل هذا الحكي دائما ممكن يطلع علي اذا احد شاف فيه حكي وما يعرفني، وحقولها البنيه انه شلون يعني شنو يعني، ما حياخذ عن نظره مو حلوه. فكافي اكو عالم يعني تسوي روحها حياديه، بس هي مو حياديه، هي جايه تحرض علي. واكو عالم يسوون روحهم يحبوني وهم يحرضون علي، واكو ناس يكرهوني وهم يحرضون علي، يعني ثلاثه دا يحرضون علي العالم اللي ما يعرفوني، دا ينشرون عني صوره خطا، وهذا الشيء اللي يضرني اني دا انضرب شغلي. اني لو ما دا انضرب شغلي ما اطلع احكي، خلص طز اني هواي شغلات ترى تصير تضوجني بس ما دا احكيها. بس هي شيء لا يعني شيء كلش اوفر، لا تضروني بشغلي كل يا جماعه، كل شيء الا شغلي. انا الشيء دا اسوي هذا الشيء اللي احبه، اني احب السوشيال ميديا واني احب شغلي وعندي حلم ورد احققه، فلا لحد يصير عائق قدام شغلي، لحد ينشر عني شيء، لحد ينطي لعالم صورة سيئة عني وهي ما موجودة اصلا، يو نو لتكره. بصوا يا حبايبي نصت المقطع في جروب طبلكات، شنكم فيزين مقالات مملكة القصص، احبكم ومع السلامة.